الله. الردي قديم. لا في عماد يا لبن. لا عماد. صراحة أكتر حاجة عجباني إن الجيل الأول والتاني والتالت والرابع من المهاجرين أطفال وشباب وناس كبيرة، كلهم حريصين على إن هم يحضروا. بصوا الأطفال واحد كاتب عاش المدافعات، دي واحدة عايز أروح أسألها على السيرة. Excuse me, where are you from? Okay. Where are you from? I'm from here. From here? You support Palestine, yeah? Yeah. Thank you very much. Oh, Ali, no, America, but he looks like Asia, actor. Hi, how are you? You speak Arabic? Okay. I like your shirt. You know what is written here? Yes, it's friends of mine who support an organization. It's called the Women Human Rights Defender Middle East North Africa Network. And they're a network of activists in the region who are supporting both women activists against state and non-state actor violence. All the ways in which activists around the world are targeted because of activism. So this team of people acts in solidarity with women activists who are either arrested or targeted for violence or discrimination. You have office here or location? You have business card? You have website? They have a website. It's called the WHRD, for Women Human Rights Defender. MENA, Middle East North Africa Coalition. Oh, thank you. They're based in Beirut. By the way, I like your shirt too much. It's nice. And I appreciate you are here to support Palestine. Thank you very much. عشان اجيب لكم الاعداد اللي في المظاهره.
بعدات كبيره جدا الصراحه، وانا خايف ان انا اتداس لان انا واقف عكس اتجاه الناس. هما دلوقتي فتحوا الطريق للمارش. عالم تركيا طبعا. الناس دول هم 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 يهود بس ضد الصهيونية. بصوا. Thank you so much. Thank you so much for your support. الناس دول مع القضية. The real Jews support Palestine. Thank you so much. Here's the sign. Those opposed to Zionism and State of Israel. دول ضد الصهيونية. هم دول اللي في بداية المظاهرة. جايبين أطفالهم. Look at me. Hello. Yabni, yeah. Guys, the truck is coming, please. Can everyone hold it? Yeah, but we need to take a picture of him. بس عايز اوصل لمكان عالي. لقيت مكان بس مش عارف اوصل له. معلش يا جماعه عشان بس اوصل للمكان ده. بصوا يا جماعه الناس دول هم يهود بس ضد الزمن. اوكي فور ا مينيت جاست فور ا مينيت نو اي ويل نوت فول بليز جاست فور ا مينيت جاست فور ا مينيت جاست فور بيكتشر سوري. يا جماعه بصوا بالزحمه المارش اللي المفروض هم عاملينه مش عارف نمشي. بس بصوا الاعداد ما شاء الله. ده شارع رئيسي في بروكلين في نيويورك في حته اسمها البارج، وده المعقل الاصلي للعرب. يعني الجاليه العربيه هنا كبيره جدا ومعظمهم فلسطينيين. البنت دي عندها 13 14 سنه، يعني هي اتربت هنا وعاشت هنا، لكن اهتمامهم بقضايا بلدهم فظيع ما شاء الله. مصر اهو، علم مصر اهو. فين النسر؟
الله الأعداد كبيرة جدا. يا رب بس بطارية الموبايل ما تخلص قبل نوصل لآخر المظاهرة. هذه الأرض نستحق الحياة. محمود درويش. محمود درويش كان بيحب واحدة إسرائيلية. فلسطين يا جرحي أنا. حاول أعرفكم فري فري فلسطين. أنا عجبني جدا مشاركة الشباب الصراحة. الشباب الصغير. ما شاء الله كبير قوي. البنت الصغيرة دي from the Nile to the sea, Palestine will be. Okay, 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 okay. One minute, one minute, one minute, one minute.
huh? Brooklyn. الطريق بقى مقسوم ثلاثة كده، الطريق في النص، الطريق الناحية دي والطريق الناحية الثانية. الاعداد ما انتهتش. يقول لك انتوا بتدفعوا من ضرايبكم كل سنه 38 مليار دولار عشان حمايه، عشان ضرايب اسرائيل. عبد الرحمن ازيك عامل ايه؟ مصري.
هلو وير فروم وير فروم ها فين باكستان كراتشي ولا لاهور كراتشي ولا لاهور 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 باكستان عشرين دقيقة ولسه العدد ما انتهتش على فكرة.